هاي شوكت هاي قبل سنتين مجوي فهم سووا له مشكلة عليها فمرات يرجع ما خلوه يدخل فحط محامي ورجعوا ما ادري سووا له القصة وبعدين رجع دخل عادين دخله بس لازم السنة الجاية احتمال يجون يستقر يعني يصيرهم أكثر من سنتين. ومن الإمارات؟ من الإمارات. واحد يمشي على الكتالوج مثل ما يقولوا. أي واحد أحسن ما يسوي. من تطلع صرح، من تدخل صرح. أي هم كانوا مدخلين وما قايلين من مدخلين إنهم مدخلين فلوس وياهم، فما طلع ده يطلعها وياكم شو؟ عشان شكوا بيه لا مو هو من يشيل لا المفروض من يشيل اكثر من 10,000 المفروض يصرح بيها من يدخل حتى من يريد يطلع يسمحوا له مو ما يسمحوا له بس لازم يقول هو من مدخل ما قايل خاف لا احد ينتبه عليه يقولها ما اعرف ايش من جاي ده يطلع الظاهر ما اعرف شلون حسوا فيه اي فسوى له مشكله